يلا بروحنا. تعالي ما تراش، والله ان تحبين رجيل وتعتذري. قمت وضحكت، قلت حلو وش اعتذر؟ انا تبيني اعتذر؟ والله لو لقاك على قبرك اني ما اعتذر. وانا احس اني قويه صدق، وانا كذابه بموت من الخوف والرعب، بس اني حاطه وجهي الثاني اني انا خايفه من منك. من مثلت القوه صح؟ صدق اني كثيره خديجه غديره، ما عندي احد ومسكني في مكان عزابيه وصرخ، والله تعتذريني؟ قلت والله لو تموت ما احب رجلك، انت اللي جيت ونرفزتني، لو ما انا رفزتني وسويها انت حركتي قدام الرجال كان ابشر. بس ايه وتقولين انقلع؟ قلت هي انقلع. وانا عارفة اني غلطانة وزي كذا، والكلمة مرة توجع رجال وكذا، بس قلتها بدون قصد. ماسك علي الصمت العقابي، وانا والله دهنها تنكدي، ما علي منك، تبي تاكل كلمة تبي تاكل كيفك. وهو ماسك علي من يومش اللي نزلت الحلي، ولا كلام ولا سواليف ولا شيء، ولا حتى في العيد كساني، ولا أهلي يدرون، ولا عطاني ولا ريال. ما همني، الحمد لله أكو في بيت أبوي، وأرسل في السناب إني مرتاح وأسافر ودوبي جاية من ديرة محلي، ولا كلمته ولا استأذنت، وهو قد خلاص على أعصابه. أفكر أن اللي أسوي غلط، ما أدري، أحس إني بموت. أنا إنسانة صراحة مع أهلي مرتاحة، ما يهمني، بس مدري ما فهمت هذا الرجال، هو قاعد يعاقبني. الزوجة الأولى معذبته على ما سمعت، ويقولون يقولون طيب ليش أنت قاعد تتحملني كذا؟ أنت إيش تبي؟ صدق إيش تبي؟ بس يوم لما يعني لو أتزين وأسوي وأفعل قدامه ما يقول الله، كأني رجل بس لو أجيب الأكل. يا ويل ويلة يا ريح، تسلمي لي لعنب وحيك. زاد مني مروح. يجيك اهتمام، يعني لما تصلحين اكل يجيك مدح. ايش مدح؟ والله لو احط ايدي ثنتين ميبة وسها من فوق لتحت، قسم برب القران عشان الزاد. وانا واحدة الصراحة ما يهمني اذا ما يهمها، لكن اسفة انا ما بعيش مع هذا الانسان اللي يهمها الزاد. انا شهد اني صادقة. شوفي يا سارة، يعني انت الحين توك في بداية الحياة الزوجية. اول شيء نصيحة ان دائما نقول اذا كنتوا في بداية الحياة الزوجية لازم حطي ميوت يا سارة عشان الصدى. يقولون مهم جدا في بداية الحياة الزوجية اني انا اعرف يا اما وش نمط هذا الزوج، ولازم اعرف وش الشيء اللي فيه. فممكن انه يكون شخص نرجسي. انت تعرفين الشخصية النرجسية ولا لا؟ تعرفينها؟ عشان كذا اول شيء قبل ما انا اعطيك اي معلومات او اي توجيه او اي شيء، لازم تعرفين شخصيته هي ايش. فكيف انا اعرف شخصيته النرجسية؟ اطبق عليها مقاييس. طبقي مقياس موجود في تطبيق لبيه، المقياس مجاني، ادخلي عليه اقري الأسئلة وسوي التطبيق، شوفي هل فعلا تنطبق عليه صفات النرجسية أو لا. ادخلي على مقاطع الدكتورة كوثر سند، اسمعيها، حسيتي فعلا ان الأشياء والكلام اللي تقوله منطبق عليه، خلاص نعرف إن شخصية نرجسية. في هذه الحالة لما أعرف إن شخصية نرجسية يبغى له طريقة ثانية في التعامل. لكن لو كان مثلا نمطه شمالي، مثلا شمالي شرقي، النمط الشمالي الشرقي لا، شخصية عادية طبيعية، في بعض الأشياء أنا أقدر أسويها وأقدر أتعامل معها. لكن لو كانت شخصية فيها اضطرابات، هذه هي الصعوبة في التعامل معه. فعشان كذا أنا أقول لك قبل ما أعطيك أي توجيه، شوفي لي شخصيته بعدين ارجعي لي.
فهمتيني ساره؟ لما كنت حالي اني ادري اني انا رجعت ولا ما رجعت، حبيبتي مره عنده تعبانه، احس اني فيني اكتئاب نفسي. اسمعي، لازم انا اعرف